للأسف إذا نجي نحكي عن الخراب والدمار نبدأ بداعش 2015 عندما غزا المنطقة، فكان هم استهدافه دور العبادة ومنها الجوامع مساجد الله اللي أمر بها الله سبحانه وتعالى، قال هاي المؤمنين يسعوا لبناء هالمساجد، قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. لكن للأسف اجوا باسم الدين، باسم الدين الإسلامي على الكنائس، على دور العبادة اللي يذكر فيها اسم الله، دار ألفة، دار محبة، دار تآخي للخراب والدمار. والمؤسف أكثر أنه سعوا الدواعش وأعوانهم اللي اجوا للتخريب الباطني للمساجد، فاستعملوا المنابر، استعملوا المنابر كأبواب للفتنة، للخراب، للدمار. فيما بعد راحت داعش بخرابها ودمارها، اجا أردوغان وأعوانه. أردوغان بدأ برأس العين، بدأ بعفرين، بعدين برأس العين، بعدين تل أبيض، نفس الهدف، نفس المخطط، تدمير، خراب، دمار. يعني تحكم علينا إذا قلنا عنهم بغاة، فالبغاة قليل عليهم. إذا قلنا إنه هذول البغاة بدين الإسلام، البغاة مشكلة الظلم والجور. طيب في أظلم من أن يمشي يبني يهدم بيت الله، يسعى بخرابه؟ هل الجوامع اللي صايرة بخط الجبهة تحت محل خطر، عم تستهدف، عم تستغل الفتنة، عم تستغل منابرنا للفتنة، عم يستغلوها للتفرقة، عم يستغلوها لكل الشيء الضارة بالإسلام، الضارة بالرسالة الإسلامية السامية. الرسالة الإسلامية السامية، محمد عليه الصلاة والسلام لما هجر من مكة إلى المدينة شو عمل؟ ليش كان المدينة مين كانوا؟ كانوا الكفار، وكانوا اليهود، وكانوا المشركين، وكانوا من كل فئات الشعب. فإجا جمعهم كلياتهم، قال إلهم دين وإلي ديني، لكن سووا صاروا أمة واحدة يدافعوا دفاع مشترك. فنحن بخطر، ديننا بخطر. للأسف عم يستغلوا الدين لشغلات سياسية خاصة فيهم. هلا داعش رافع لا إله إلا الله محمد رسول الله، مشكلة داعش والنصرة جيش الحر كلياتهم نفس الأشخاص، عم يقلبوا بس الأسماء، بس الأسماء، وعم يشتغلوا بنفس النهج، بنفس النهج لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن عم يستغلوا هالحكي هذا في عن النبي عليه الصلاة والسلام للبيهقي، للبيهقي يقول لزوال الدنيا جميعا أهون عند الله من سفك دم بغير حق. مو دم مسلم، ها، لسفك دم بغير حق. هلا عم يفتي بقتلك جميعا بس باسم الدين. أخي الدين أخذينه ذريعة، أخذينه عباية، أخذينه الدين بريء منهم، بريء من هؤلاء. أردوان بسلمان مالا خديدة يا كم باشا يا بسلوري كل ده يبدي شرف وبيت لغسيا